شوف جعبه راه ناطح، صدل لك بلاك في عامله هاك. ها الدار حافر تحتها، ماخذ تحت الدار هذا، رقار على الدار هذا. ها طالين تاع السبالة مقطعة، دي عاود يردها فوق الزيقو ثاني، يرد من الزيقو يرد معاها السبالة. ها السبالة وراه ما فوق هاي قطعة فيه. ها تيو تبع في السبالة طول، قطع السبالة وراني نخدمها، ردها فوق الزيقو يعني بعدها، لا تخدمها لا تحفر عليها، بعدها واخدها محفر على طرفها. محسوب ذركي حفر على السبالة نحها طيشها عاود يولي عاود يخدم حاجة أخرى من عنده، ويعاود يحفر لها حفر واحدة أخر ويردنها. ها السبالة وراه قطعها ثاني، هاي شوف وراه قطع السبالة. يا أصدر الحفر ها، ومدينه للحوش حبسوا عاد الحوش وبالعافيه. يجيب الزيقو من فوق الدشره كومبلي ومن بعد يحط عليه عاد الحوش ويروح. قال لك انا 900 متر لاح، قلت لي هنا دريبوا الواد هنا مسميك. ها الجعب هلا حواش، ها السكان شوف السكان شوف. ها الواد الماء صافي نقي من عند ربي سبحانه، ودي هبطوا لنا فيه الزيقو، تورد منه الناس، تشرب منه الحيوانات، تشرب منه الاغنام، الماعز، دي هبطوا فيه الزيقو. قاعد هذا مكه في الواد عطيهنا ربي سبحانه نقي، نشربوا منه هنا كي يخصنا الماء نشربوا منه نقلوا منه. شوف السكان شوف السكان شوف السكان. هرمل وراح يحط فيه معقبو منا مع هذا اللالين هنا، يلحق هنا ويولي يهبط هنا للواد. ها السكان ها، هنا نطالبوا السلطات المعنية تتدخل في أقرب وقت، في أقرب وقت. مشروع موش مريقل، مشروع خدمة مش مريقلة مش مدروسة، الكونترول ما كانش، المسؤولين غايبين، ما عندك لمن تشكي. هنا عندنا هنا ما عندك لمن تشكي، ما هو سامع بيك حتى واحد يا خويا، ما هو سامع بيك حتى واحد. ها السكان شوف وين راه يلحقوا يا وراه دي لحقوا ويريبوا هنا. قال لكم موتريه ناقضه وهنا نريبوا هنا. شوف وراه الزيقو الاخر راه لتحت ليه، ما باو يلحقوا يحطوه مع اخوه باط. قعدت هذا الماء النقي هذا الصافي يزيدوا يحطوه فيه، هذاك وراهم حاطين وسط الدشره. ها السكان ها القريه ها الزيقو ها وين راه راه الزيقو ها. قال لك لحقوا هنايا لحقوا هنا ونريبوا منا حدا الطريق هنايا نريبوا له. ها السكان شوف الخدمه، السرقه، الرقابه، كاع ما كانش، والله ما كاين رقابه، كاين مشروع ديرو وهمي وردم وعقب وروح وخلص وزيد فيه. ما كانش اللي يهضر وما كانش مسؤول جا وما كانش مسؤول راغب، واللي تقول له تروح تشكي له وما يسمعش بيك، كاع ما يجيك اصلا ما يجيكش. ورا السلطات المعنيه بالامر وراها دير لي زيكو. انا عندي في جاي الصيف الناموس السماء الريحه الكريهه، زيكو تاع دشره كامله تحطوا عدي انا نرقد انا يجيني الليله ولادي انا والناس كيفاه تعيش منه، ود السكان حذاه ودونو. تجي تحط لي مشروع هنا وتقول لي 900 ما تخدمش 900 متر انا وتري بالي عند الواد، اخدم زيد المواتر الاخرين، زيد اللي بقات 200 متر ولا 100 متر ولا 300 متر واخدم على روحك. انا ماشي نعرقل فيك انا، بصح اخدم زين، ما راقبكش الكونترول راقبك انا.
انا المضرور، انا اللي راقبك، انا اللي ما نهداكش تكمل هذا المشروع او سارق هذا. ها السكان، ها ها السكان راهم عاد البواكل اللي هم يخدموا ها الهواش ولاق في خدمه صاد العقبه، ومش يحضروهم ومش يقرقولو كاع، ما كاينش خدمه زينه، كاين اردم احفر وردم وعقب، والله ما كاين خدمه، والله ما كاين رقب. سيد الوالي لازم تدخل في هذا الامر، السلطات المعنيه لازم تتدخل في اقرب وقت، وشكرا.